اليوم الأساتذة المتدربين خارجين في هذه المظاهرة حشدة ومعهم عائلاتهم ومعهم الحركة النقابية والحركة الحقوقية والمجتمع المدني والفنانين والحركة الأمازيغية والقوى السياسية المناضلة والنهج الديمقراطي ضمن هذه القوى السياسية الديمقراطية كيخرج في هذه المسيرة. أولا للمطالبة بإسقاط المرسومين المشؤومين ولوضع حد للقمع الذي تعرضوا له الحركة النضالية ديال أساتذة المتدربين، أساتذة أجيال الغد، رجال الغد، وما سيدربون رجال الغد. طبيعي على أنه كان دائما أن التعاقد يتم من أجل الشغل، وكان تنص عليها القادم مسألة كان جاري بها العمل، وكان من المفروض هذا التوظيف مرتبط بالتكوين لأنه تكوين متكوين. وبالتالي صدور هذا المرسومين في الجريدة الرسمية بعدما بداوا الطلبة ودخلوا الشغل ديالهم هذه مسألة غير مقبولة. أساتذة المتدربين وأيضا أنه المنحة اللي هي في الحقيقة منحة الأساتذة متدربين وبالتالي خصها تكون في هذا المستوى، وبالتالي النقص فيها هي مسألة غير مقبولة. وعلى العموم هذه الحكومة لم تأتي إلا للإجهاز على كل مكتسبات الشعب المغربي.